اضرب واحد تمام اللي حرض عليه الاول والثاني والثالث لحد السابع وادار حركته صب بعد كده الفاعلين الاصلي قبل كل واحد هيبقى في جهه لو دول خدوا براءه انا خايف المنوفيه ولا الفيوم الاسبوع الجاي يدوا براءه هيستند المواد 61 و62 اقول لك بس خلاص انا ضيعت الفرصه بالنسبه للمحرضين والفاعلين والقصه دي كلمه ولا يعني انا رايي ان مساله ضم القضايا اللي في كل المحافظات غير قانوني اساسا لان الاصل ان المحكمه اللي بتحاكم هي المحكمه التي وقعت فيها الجريمه او الذي ضبط فيها المتهم او اللي له محل اقامه فيه دي الثلاث درجات طبقا للماده الاختصاص ف ده معناه ايه معناه ان في مجموعه مقدمه في السويس مبارك ما هوش فيها ومبارك في وقف في دايره قصر النيل مبارك في دايره قصر النيل هو مش متهم في القضيه مبارك مبارك الفاعلين اللي وراه في نص في نص عادل فايد عادل عبد العال الناس الباقي دي خاصه بس في نص فيها يا استاذ محمد اجراءات 214 طب انا رايي يعني المسائل القانونيه مش متاحه انا رايي يعني اللي كان مطروح اساسا منذ البدايه هو ان المحاكمه ما تنتقلش من القاهره انا رايي التفريع في هذه المساله مش مطلوب اذا كنا ناويين نعمل بلاغ وبيان يبقى نعمل بلاغ وبيان بهذا الشان مش مطلوب ان القتلة بتوع السويس ينتقلوا إلى القاهرة وإن القتلة في القاهرة ينتقلوا إلى شرم الشيخ علشان الأهالي الضحايا وأهالي الأسر والمصابين ما يشعتفوش دي القصة كلها دلوقتي المسائل القانونية في الارتباط والكلام ده كله يبقى من اختصاص لجنة الدفاع اللي هتقول وهتطلب قدام المحكمة هل هتطلب الضم ولا مش هتطلب هل الضم قانوني ولا مش قانوني بلك ده دل المنظور هو الحاجه الثانيه بتاعت ضم حبيب العدلي مش عارف ايه اللي انت قلتها يا استاذ سعد لا 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 انا بقول على الضم قضيه مبارك للعدلي اولا دي كانت رغبه شعبيه ان عادل جمعه يتنحى واخد بالك لكن هو كان المفروض قضيه مبارك اللي تضم لقضيه عدلي طبقا للقانون مفيش فيها كلام ورأي فريد الديب فيها انه ادى قرار بالإحالة رأي صحيح لانه ما دام مردود ليس له الا ان يؤجل ايه عايزين انا واخدين بالكم يعني انت اشرف الطلبه مزعج صح ولا مزعج جامد